افتتح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف يرافقه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه عددا من المساجد الجديده بمناسبه العيد القومي للمحافظه الذي يوافق ذكرى انتصار اهل المنصوره على الحمله الفرنسيه عام 1250. هذا وقد ادى وزير الاوقاف ومحافظ الدقهليه وعدد من الاهالي صلاه الجمعه في مسجد النصر بالمنصوره. سبعة مساجد جديدة هم عنوان المشهد في احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي في حضور عدد من المسؤولين المعنيين. افتتاحات جاءت على أرض محافظة شهدت قبل 700 عام مضت انتصارات على غاشم مستعمر حاول تدنيس ثراها الطاهر فبات يوما للاحتفال. في إطار اهتمام الأوقاف ببناء الشخصية يأتي الاهتمام ببناء المساجد مبنى ومعنى سواء من حيث إعداد الأئمة أم من حيث البناء. اليوم بيتم افتتاح نحو 30 مسجدا منها 7 مساجد هنا على أرض محافظة الدقهلية تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي. والنهارده افتتحنا 7 مساجد استكمال لمسلسل المساجد اللي احنا بنفتحها على مستوى المحافظة عشان الخطاب الديني وعشان الوعي للناس عندنا في المحافظة، وان شاء الله يبقى بكورة خير على اهالينا في الدقهلية وبقول لهم كل سنة طيبين مرة تانية. هذا اليوم الذي انتصر فيه اهل الدقهلية اهل المنصورة على الحملة الفرنسية وعلى الفرنسيين واسروا القائد في هذا اليوم، نحن نعتبر بأن هذا يوم تاريخي، ولذلك امتدادا لهذا اليوم التاريخي نحن نحتاج إلى هذه الروح التي بذلها أولئك الأقدمون، نحن نحتاجها اليوم في أن نبذل الكثير والكثير. وبتكلفة قاربت 24 مليون جنيه يأتي تشييد المساجد الجديدة بمحافظة الدقهلية ليكون أبلغ دليل على اعتناء الدولة بالتعمير في بيوت الله عز وجل. نصيب الدقهلية كان 45 مسجد في السابق واليوم 7 مساجد يدخلون الخدمة من جديد بعد أن كانت مغلقة تم إحلالها وتجديدها على نفقة الأهالي. الآن أكملنا أكثر من 880 مسجد على مدار على مستوى الجمهورية. هذا المسجد العامر إن شاء الله بذكر الله تعالى زي ما أنتم شايفين تحفة معمارية تكلف حوالي 3 مليون جنيه. إحلال وتجديد، جهود ذاتية، تبرعات من الناس. ما قدمنا طلبات لتجديد المسجد وحصل توسع من المسجد، وفي طبعا يعني في ناس من البلد أهل خير تبرعوا في بناء هذا المسجد، وكل البلد إدها على بعضها شدوا بأزر بعض في عمل توضيب المسجد. وما بين بناء المساجد بالجهود الذاتية من المواطنين أو تحت مظلة الأوقاف يكمن الخير بين الجميع في عمل الصالحات. في عيدها القومي الدقهلية تتزين بافتتاح 7 مساجد جديدة في مختلف مدن المحافظة، افتتاحات تأتي من منطلق دور وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وبناء وتشييد المساجد لتكون منارة علمية ودينية وتنويرية وتثقيفية من مدينة المنصورة. وليد هيكل، التلفزيون المصري.